تسعى الحكومة الرواندية إلى دمج السكان المحليين في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء نظم إدارة تشاركية، وهذه هي الاستراتيجية المتبعة في منصة الخدمات اللوجستية في كيغالي، وهي من أكبر الموانئ الجافة في إفريقيا. وقد مولت شركة موانئ دبي العالمية المرحلة الأولى من إنشائها بتكلفة وصلت إلى 35 مليون دولار مقابل امتياز يستمر لعشرين عاماً. المرفق يحتوي على معدات ذات تقنية عالية تدعم الابتكار والشفافية. لدينا بوابات متعددة تزود العملاء بمعلومات عن موقع منتجاتهم وموعد وصولها إلى هنا، وهذا يمنحهم فرصة لتحضير المال لتسديد التكاليف، كما يوفر لهم معلومات لإعلام عملائهم بوقت وصول البضائع، وإذا كانوا يملكون عينات بإمكانهم البدء في توزيعها حتى تكون قائمة مبيعات العملاء جاهزة عند وصول البضائع. التكامل الذي تحققه موانئ دبي العالمية يساعد عملاءنا في إنجاز عملهم بكفاءة، لأن ما يسعون إليه في نهاية المطاف هو بيع بضائعهم. تفريغ البضائع كان يستغرق وقتاً طويلاً في الماضي. عندما تستغرق عملية التفريغ من الشاحنات والتحميل في السفن 7 أيام إلى 10، فإن التكاليف تكون باهظة. عندما تحتاج العملية أكثر من يومين، يجب دفع 200 دولار إضافياً لقاء كل شاحنة. تخيل أن لديك 10 إلى 20 حاوية محملة بالبضائع، فإنك تحتاج أكثر من 10 أيام لتفريغها، وهذا مكلف جداً. وعليك أيضاً دفع المال للناقلين لإبقاء البضائع في شاحناتهم. تسهم المحطة الواقعة في مدينة ماساكا على بعد 20 كيلومتراً من كيغالي في توظيف نحو 700 عامل، وتستقبل طلاباً من جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى الأجانب. في المستقبل سأكون قادراً على الاستفادة من المهارات الأساسية التي اكتسبتها في منصة كيغالي اللوجستية هذه. وقد أحصل على فرصة تسمح لي بالترقية من مجرد متدرب لأصبح موظفاً. إلى الآن حصلت على خبرتي 6 أشهر. تخيل عندما أنهي سنة كاملة ستصبح خبرتي مثالية كأي شخص يعمل في هذا المجال. أنا أحب التعلم وأتعلم الكثير أثناء التدريب. عندما أنهي برنامج تدريبي سيصبح أدائي متميزاً، لأنني اكتسبت خبرة هامة من شركة كموانئ دبي العالمية. إنها مؤسسة كبيرة ولها مميزات جمة. تطمح موانئ دبي العالمية والحكومة الرواندية إلى إشراك المجتمعات المحلية من خلال تمويل مشاريع التنمية في أنحاء البلاد. بعد المرحلة الأولى تخطط موانئ دبي العالمية إلى تطوير المرحلة 1.2، وهي تشمل 7 هكتارات إضافية. نعتزم إنشاء مستودعات للسلع وتوفير مرافق للتعبئة وإعادة التعبئة ومخازن مخصصة للمواد الكيميائية. كل شيء يسير على ما يرام. وسنضيف قريبا مخازن للتبريد في منشأتنا الحالية. عند الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى والمرحلة 1.2، سنبدأ بتطوير المرحلة الثانية. بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية المختلفة، تعد رواندا جسراً حقيقياً للبلدان المجاورة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا وبروندي، وهي بلدان مصنفة ضمن أسرع المناطق نمواً. منصة الخدمات اللوجستية في كيغالي الموصولة بميناء مومباسا في كينيا تملك استطاعة تقدر بنحو 50,000 حاوية، وهي ستوفر 50 مليون دولار سنوياً من التكاليف اللوجستية التي تنفقها الشركات الرواندية. Armelga depuis Masaka à Kigali au Rwanda pour Africa News et Euronews.